يعطيكم العافية وأهلا وسهلا فيكم في الحلقة رقم 23 من دورتنا اللي بنعمل فيها تطبيق باستخدام الرياكت نيتف مع لغة التايب سكريبت، والسيرفر راح يكون ASP.NET Core. في حلقتنا اليوم راح نيجي نعمل الساينينج اوت. احنا عملنا انشاء حساب وعملنا تسجيل الدخول، ظل عندي الساينينج اوت حتى اقدر يعني اعمل اللوب كاملة، انه افوت على النافذة تاعت التابس وارجع على النافذة تاعت الاوثرايزيشن. طبعا بهاي الحالة احنا راح نستعمل الرفس. ليش هذا الكلام؟ خلينا نيجي على السيناريو الآتي. أنا حاليا عملنا تسجيل دخول، أجتني ريفرش توكن وأكسس توكن، تمام. لنفرض أنه عمل اشتغل فيها أموره تمام، عمل يعني اشتغل على البرنامج، استعمل أكسس توكن، تبدلت عن طريق الريفرش توكن وظل شغال أمورنا تمام. هسه صار عندي حالة أنه الريفرش توكن بطلت فالد بأي حالة من الأحوال، غير قيمة السر مثلا، أو يعني عمل إشي الريفرش توكن بطلت فالد. بهاي الحالة بصير لما يطلب سيرفيس، هسا عند السيرفيس هي راح تعمل كالاتي. اي سيرفيس عندي بتحتاج التوكن راح تعمل كالاتي: اول شيء بتطلب التوكن، بس تيجي الاكسس توكن، بس تيجي الاكسس توكن راح تفحص الوقت تبعها هل هي منتهيه ولا لا. اذا مش منتهيه بتعمل الطلب، امورنا تمام. اذا منتهيه بتروح على الريفرش توكن، بتستعمل الريفرش توكن عشان نجيب اكسس توكن جديده، تمام. طيب في حال عملنا الريفرش توكن والريفرش توكن كانت انفاليد، بدي اياه من جوا السيرفيس نفسه يعمل لي تسجيل خروج على اساس يرجعه على صفحه ايش؟ تسجيل الدخول، او يعطيه اي شيء، يعطيه مثلا اليرت، يعطيه شيء. المهم يعني رد الفعل راح يكون من وين؟ من جوا السيرفيس. السيرفيس طبعا خارج الكومبوننت بتكون، فما بقدر استعمل انا جوات الكونتكست، لان الكونتكست يعتبر هوك، الهوك يستعمل جوا الكومبوننت، تمام. فبهاي الحاله ممكن يعني يصير في عندي مشاكل. يعني من اسهل الاحوال او اسهل الاشياء ممكن نعملها، بعمل انا كومبوننت، طبعا بلزمنا يكون كلاس كومبوننت على اساس نقدر نعمل له ريفرنس، نعمل كومبوننت وبنمرر له ايش، او يعني بنحط كل شيء جواته، يعتبر هو زي كونتينر، وبنحطه بنعطيه ريفرنس. والريفرنس هذا بقدر استعمله وين مكان. الريفرنس يعني ايش؟ كاني ماخذ انستنس من الكومبوننت، او يعني بقدر اتصل مع الكومبوننت عن طريق ايش؟ الريفرنس هذا. فالكومبوننت راح يكون فيه البروبس تاعت مثلا ساين ان وساين اوت، وعن طريق الريفرنس بقدر انا اعمل ايش؟ كول لهذول الميثود من اي مكان بدي اياه، تمام؟ فهذا اللي راح نعمله. طبعا ممكن تحكي انه هذا ممكن يغطي على شغل الكونتكست، بس هذا يعتبر اعقد شوي، فهذا ما بنستعمله غير في الحالات انه بدي استعمل من برا او يعني في حالات ثانيه عاده اكثر شيء استعماله مع الويب، انه بنستعمله مع الاليمنت نفسها على اساس تاخذ مثلا قيمه، بدك تعمل انيميشن، بدك تعمل شيء، عاده بنستعمل الريفرنس يعني. بس في عاده في الرياكت نيتف هاي الحالات اللي بنستعمل فيها اكثر شيء الريفرنس، تمام. خلينا نجي نتفرج على الكود ونبلش الشغل، تمام. هاي عندنا هيك التطبيق. خلينا نيجي بدايه، راح نيجي على الاب app.tsx، راح نعمل هذول كلهم جوا ايش يعني، ممكن من هان ناخذ كله نحطه جوا كومبوننت. هذا الكومبوننت راح ياخذ هذول الثنتين وهذول الثنتين، يعني بتمرر لهذا وبتمرر لهذاك الكومبوننت كمان يعني. وبالمقابل انه راح يعني نقدر نعمل نصلهم عن طريق الريفرنس، تمام. خلينا عشان حتى نعمل الكومبوننت، لو اجينا هان احنا عملنا مثلا نعمل فولدر جديد نسميه ريفرنسز، ما بعرف احنا احتمال ما نستعمله غير مره، بس الافضل نظلنا مرتبين دائما. فبنعمل نيو فولدر نسميه ريفرنسز، من الوحده اللي هي راح تكون مثلا نيو فايل نسميه مثلا اب، نسميه اب، خلي كابيتال اب كونتينر او سمول احسن، اب كونتنت ريف دوت تي اس، جواته بعمل اكسبورت. بدنا نعمل احنا الريفرنس ها، فشو باجي بعمل مثلا؟ بسمي اب كونتنت ريف يساوي يوز او كرييت ريف، هي كرييت ريف، تمام. هاي ممكن احنا نحط ديفولت. طيب في عندنا مشكلة اللي هي ايش؟ كونستانت، هذا عبارة عن كونستانت، او انت بتعمله برا بتعمله اكسبورت ها، تمام. بدي هسه بدي اعطيه نوع، النوع راح يكون حسب ايش؟ الكومبوننت. فلو جينا على الكومبوننت
لو عملنا مثلا new folder سميه containers، جواته بعمل ايش؟ new file سميه app content، طبعا بكون capital .tsx. حكينا لازم يكون class component، فبعمل react native class with style tab، هاي عمل لي ايش؟ class component. راح ياخذ عدة أشياء، فلو جينا هان حكينا نعملها هان مبدئيا بعدين نغيرها، نسوي تايب مثلا اللي هي app content props تساوي، راح تاخذ بداية في عندي children by default بتاخذها أعتقد، نتأكد منها. احنا بنقدر نعمل زي هيك ونعطيها ايش؟ app content props، خلينا نعبيها حسب ما بعرف شلدرن باي ديفولت، اذا ما اعطت شلدرن بنرجع نشوفها. بس هاي بقدر اعمل this dot props dot children. تمام، مفروض يعني هيك تمام. طيب خليني اجي هاي بصير في عندي مشكله اذا كان في عندي اكثر من children، ما في مشكله اعتقد. طيب اللي بدنا ناخذه هسه راح يمرر شغلتين، حكينا راح تكون نفس السكرين، احنا ممكن نغيرهم لقدام، او بدي امرر تو ميثودز حاليا فقط. ساين ان، ساين ان عباره عن ايش؟ ميثود ترجع لي void، والثانيه اللي هي ساين اوت عباره عن ميثود ترجع لي ايش كمان؟ void. كتبناها غلط، void. تمام. طيب لو جينا عملنا حفظ الريفرنس راح يكون ياخذ ايش؟ النوع تبعه اب كونتنت. تمام، نعمل حفظ. هسه بنيجي على الاب، بدي احطها هاي تعمل ايش؟ تعمل انكابسوليت لهذول الثنتين، او ممكن تعمل احنا خليها جوا كونتكست افضل. لو جيت هاي عملت اب كونتنت، اعتقد بقدر احط هذول الثنتين جواتها، اذا لا بنشوف لها حل. لو جينا على الاب كونتنت نفسها بقول لي بده ساين ان ساين اوت. ساين ان راح نعمل لها هسه ميثود، ساين اوت راح نعمل لها ميثود. طيب هي مبدئيا راح نعمل لها انه set current screen للميل مبدئيا حتى نجربها يعني. والثانية ساين اوت بتصير ايش؟ تساوي set current screen لا authentication، طبعا عبارة عن ميثود. خلينا نظبطها. تمام، الشلدرن ما فيهم مشكلة، فعملنا Alt Shift F أمورنا تمام. المفروض هيك أنا بقدر أوصل للريفرنس من برا. فلو جينا عملنا سيرفيس خارجية وسميتها مثلا إيش؟ هاي سيرفيس نيو فايل، هاي جينا على السيرفيس حكينا نيو فايل سميته ساين أوت سيرفيس، كتبناها غلط، out service.ts. لو نسخنا اي واحدة من هذول، لو عملنا sign up control a control c، جينا هان حطيناها، ما بدي لا الاكسيوس ولا بدي الاي بي اي routes، بدنا نسميها sign out. تمام، ما بدها اي اشي يتمرر. راح نيجي فقط من جوا، هي احنا راح نعمل حذف للتوكن، بس مبدئيا ما بدنا نعمل حذف حاليا، بدنا نجرب فقط اللي عملناه. لو جيت عملت ايش؟ app content ref dot current dot props dot sign out، وايش؟ ما بترجع ليش، عبارة عن void. عملت Alt Shift F، عملنا حفظ. خلينا نحطها button في أي مكان على أساس نجرب هل بتمشي الأمور ولا لا. فكان عندي المين تاب، في كان عندي هان أعتقد بالسيرش ولا السيتنج، في واحدة فيهم احنا حطينا كولكشن تاب. كانت في عندي في الماي كولكشن سكرين في عندي كم من بوتون، فلو حكينا ان بريس بدنا ناخذ بدل نافيجيت تو ناو هاي جو تو نيو، او مثلا نعمل واحدة جديدة. لو عملت هاي كبسة Alt Shift لتحت، عملنا ساين اوت، خليناها تعمل ايش؟ ساين اوت سيرفيس. عملنا حفظ، خلينا نشغل ونجرب هل احنا عملنا اموره تمام ولا لا. انه عملنا ام بي ام ستارت، طبعا التليفون عندي شغال تمام. حكينا بس يطلع عندي الخط الاخضر، بكبس ايه
تمام هيشتغل عندنا. خلينا نيجي نشغل السيرفر، نعمل له run، ناخذ كمان الاي بي ادرس، لعمل start r cmd ip config، ناخذ الاي بي ادرس اللي بيطلع عندنا حتى نقدر نعمل ايش، هي عملناه بكوبي، نيجي هان على الكونستانتس اي بي اي راوتس، نحط الاي بي ادرس زمان لساته زي ما هو اصلا، اوكي نعمل له حفظ تمام. اشتغل عندنا، خلينا نجرب هسه نعمل تسجيل دخول. عملنا تسجيل دخول، نعمل كلمة المرور، عملنا صح تمام. لو جينا على الكوليكشن، لاحظ عندي ساين اوت، المفروض لما نكبسها يطلعني برا، خلينا نجرب. طيب لاحظ انه ما في اي تجاوب، خلينا نروح على ساين اوت سيرفيس، نجي هنا عملنا كونسول لوج، كنا مثلا نعمل اي شيء، هل بعطيه ولا لا، الثانية تشغل فقط، هاي مش شغالة. فلو رجعنا على الماي كولكشن سكرين، عملنا ان بريس، هنا اعمل عملنا زي هيك، خلينا نجرب. لو عملنا ساين اوت، لو عملنا دبل ار يعمل اعادة تحميل، نرجع نعمل تسجيل دخول pwer@gmail.com next 1 2 3 4 مرتين صح. نيجي على الكوليكشن، لو كبسنا ساين اوت راح بيعمل لي الثنتين، بس انه ما بيعمل ساين اوت. جربنا احنا حطينا الريفرنس ولا لا، احنا على الاغلب ما حطيناه، اعتقد هاي المشكلة. لو جينا على app.tsx ما عملنا الريفرنس، اوكي خلينا نجي نحط الريفرنس، بحكي هان ايش ريف يساوي اللي هو ايش اسمه كان app content reference تمام. نعمل control dot import alt shift f، نعمل حفظ، اعتقد يلزمني اعمل دبل ار مرة ثانية. الدبل ار بعمل لي ايش، ريلود للتطبيق تمام. نعمل تسجيل دخول، هاي نيكست 1 2 3 4 مرتين، وعملنا صح. نروح على الكوليكشن، عملنا ساين اوت، نلاحظ انه ايش امورنا تمام. خلينا نشيل اول شيء الكونسول لوج، ما بدنا اياهم، هاي شلناها، لها مش مشكلة لانه احنا كمان شوي كل هذول راح ينشالوا. طيب هسه قبل ما اعمل ساين اوت في اشياء بدي اعملهم، ففي عندي شغلتين. هسه لو جينا على ستورج سيرفيس، احنا عملنا سيف وعملنا جيت، ضل الديليت، فبدي اعمل لهم حذف للثنتين لما اجي اعمل ايش ساين اوت. فبنيجي نعمل مثلا كوبي لهذول الثنتين، كنترول سي كنترول في، نكبر شوي عشان نشوف. لو جينا هان عملنا رينيم، تشيل الكوبي، تيجي في الاول بتعمل ايش ريموف تمام. نيجي عليها بتشيل الجيت بتحطها ايش ريموف، تيجي هان بدل جيت ايتم تعمل ايش ريموف ايتم، طبعا ما بترجع لي اشي، بتشيلها فقط انه ايش تعمل ديليت، الت شيفت اف انتر حفظ تمام. نعمل نفس الاشي بالنسبة للرفرش توكن، لو جينا هان عملنا رينيم، شيل الكوبي، نيجي على البداية نعمل ريموف تمام. حكينا هام نعمل هاي ريموف بدل جيت، نشيل هاي، نشيل هاي، وكمان هاي امورنا هيك بتصير ايش تمام. على شفت اف تمام، هاي هيك شلناهم الثنتين. هسه على الساين اوت بدي اعمل اويت للريموف قبل ما نيجي على هاي، فبعمل اويت ريموف access token service
تعمل await كأنه كاتبين في واحدة فيهم غلط. لا remove احنا هاي ما غيرنا جواتها، فبصير بدل get بصير remove. اوكي فبتيجي هنا تعمل remove refresh. ليش هاي غلط؟ remove refresh token service حطيناها هان، عملنا لها import، نعمل حفظ، هيك صار بحذف لي التوكنز قبل ما يعمل ساين اوت. تمام، احنا ممكن هسه بالنسبه للساين ان نخليه ياخذ التوكنز هان، او انه احنا بنرجع الايرور فعليا، فخليه لا خلي الساين اوت ساين اوت لحال. طيب في شغله ثانيه، انه هذول بدي اعمل على السيرفس، بعمل نيو فولدر بسميه اي بي اي كولز مثلا، والسيرفس تاعون الاي بي اي يكون جوا الايش الاي بي اي كولز. هذول الثلاث بنسخهم هان او بنعملهم موف لهان، المفروض لحاله بيعمل له ايش ريفاكتور للامبورت. هسه نصبر عليه شوي، هذا بيعمل لي اياهم كلهم، فباجي بعمل فايل سيف اول، بكون هيك عمل لي اياهم كلهم وظبطهم. نصبر عليه شوي، طب خلينا نظبطهم احنا. اوكي ساين اوت ما هي مش اي بي اي سيرفيس، ترجعها على السيرفيسز عادي. الساين اب هذيك الاي بي اي تعمل لها موف، ساين اب بترجعها على ايش على الاي بي اي سيرفيس تعمل لها موف. تيجي تعمل ايش فايل سيف اول. تمام، خلي ناس بنرجع نلقي نظرة عليهم، شوف في عندي ايرور. لو جينا هنا على ساين ان سكرين لاحظ انه ايش هاي صارت غلط، فبتحذفها ترجع تجيبها من اول وجديد. هاي كنترول دوت. تمام، هي عملنا حفظ ساين اب، تعدلت امورها تمام ولا لا؟ ساين اب سيرفيس تمام، ما في عندي ايرورز ثانيه، في عندنا ايرور اعتقد على الكوليكشن، رجعت زبطت. ما في عندي، في عندي ساين ان سيرفيس انيبل ريزولف. طيب بتروح على ساين ان سيرفيس، هاي غلط فبتشيلها، ترجع تعملها امبورت، نتأكد هان كمان ساين ان، هاي حفظ تشيك ايميل، هاي كمان اعتقد تمام هيك شيك. اوكي ساين اب. طيب هيك راحت كل الايرورز، صار عندي الاي بي اي كولز لحال، اللي برا هذول راح يكونوا فقط لايش؟ لليو اي او للنافيجيشن. ممكن احنا نغيرها او سميناهم نيو فولدر، سميناهم نافيجيشن مثلا، وجيت هاي بدي اغير اسمها كمان، بس نحطها جوا النافيجيشن، نعمل موف، تصير بدل ساين اوت ساين اوت بس بدون سيرفيس، شيلها من هان، رينيم ساين اوت. تمام، يعني مشكلة باللي جوا لا، نعمل لها حفظ، تيجي هان تعدلها، هاي بطلت موجودة، نشيلها من هان، نعمل ساين اوت بس. تمام، نعمل حفظ، امورنا تمام. هسه واحدة ثانية راح تكون ساين ان، فبعمل نيو فايل سميه ساين ان دوت تي اس. لو اخذنا احنا من عملنا ساين ان، كانت عندي في ساين ان سكرين، طبعا هذا كله ريفاكتورنج، يعني احنا مش مفروض هذا، يعني ممنوع اعمله هان. انا فعليا لو عملت له كوبي، لو جينا على ساين ان، من ساين ان هي ساين ان، بدي اخذ اول شيء نفس هذا كنترول اي كنترول سي، نيجي هنا على كنترول في، بصير بدل ساين اوت ساين ان. هذول الثنتين ما بدي اياهم، هاي بتخليها ساين ان، او ممكن نستعمل الكونتكست بس خليها هاي هيك احسن. تشيل هذول، وبدنا ناخذ هان شغلتين، اللي هي عندي اكسس توكن عبارة عن string، ورفرش توكن عبارة عن string. تمام، طبعا في عندنا مشكلة بسيطة، هي خلينا نرجع نتفرج. لو طلعت من كل شيء ثاني، انا لو عملت لها حفظ، عملت مثلا كلوز اول، لو رحنا على الساين ان سكرين بتلاحظ انه عندي مفصولات، هاي بحفظهم لحال بعدين بعطي ترو لهاي على اساس توديني على الساين ان. تمام، فاحنا ما بدنا هذا الاشي، فاحنا ممكن نلغي الان سكسس،
ونخلي هاي مباشرة توديني على الهاي، أو إنه نحفظ الأكسس توكن وبنقول success يعني بتمررهم. فعندي الخيارين، ممكن إذا حفظناهم بصير في عندي ستيت لإلهم، إحنا هذا الإشي ما بدنا إياه، فممكن الأسهل إنه من هان نعمل، بس إحنا بنستنى الريتيرن تاعتها حتى نعمل إشي، فبصير في عندي إيرور. فالأفضل نحفظ، خلينا نحفظهم. لو جيت هان تعب يوز ستيت، يوز ستيت سنبت تاب، راح تكون اكسس توكن وباي ديفولت امتي. الثانيه يوز ستيت سنبت ريفرش توكن باي ديفولت امتي تاب. نيجي هان هاي بدل هذول بتلغيهم، نعمل set access token عبارة عن response.data .access token، الثانية set refresh token عبارة عن response.data .refresh token. تمام، بعديها بتيجي هان تحكي له انه sign in، راح تاخذ الاكسس توكن والريفرش توكن، طبعا تعمل لها اويت. ايش المشكله؟ احنا موجود عندي هان ساين ان، طيب ممكن نغير هاي احنا. طيب خلينا نغير هاي، بس نعملها اي شيء واحد. هاي نعملها ايش؟ F2 عملنا check password، تمام. هاي بصير ايش؟ sign in، نعمل control dot، نعمل import، تمام. ايش المشكلة في الاويت؟ اوكي on success، نعملها ايش؟ async. في عندي error؟ لا، هي فعليا async. نسميت ونزلنا على الستيج تحت ونسكسس، تاخذ ايش؟ عادي. تمام، لو عملنا حفظ نرجع على الميثود او على السيرفيس ساين ان، حكينا راح نعمل احنا await لست او set access token، او هي save access token، كانت save access token service بتمرر لها access token. تعمل الثانية await save refresh token service بتمرر لها ايش؟ refresh token. تمام، تعمل alt shift f حفظ. ليش احنا عملنا هذا الاشي؟ انه راح نستعمل هذا المثل باكثر من مكان. هسه راح نعمل مثلا token login وهاي الامور عشان انه نضلنا نقدر نستعمل. تمام، خلينا نرجع نجرب هسا هالامور تمام ولا لا. طبعا قبل ما اجرب الافضل اعمل دبل ار انه يرجع يعمل لي اعاده تحميل، خاصه لما نكون احنا بنعدل على ايش؟ على السيرفيسز. تمام، هاي دبل ار، نجرب نحط الايميل @gmail.com، نعمل نيكست، نعطي كلمه المرور، نعمل صح. تمام، لو جينا هان عملنا ساين اوت يعمل ساين اوت، امورنا 100%. خلينا نرجع بس على ساين ان سكرين، نعمل شوية تنظيف من فوق. حسب مبدئيا احنا الكونتكست بطلنا نستعملها، ما له لازمة، هذول الثنتين ما لهم لازمة. سكرين كونتكست ما لها لازمة، البوتون ما بنستعملها، والكونتكست ما بنستعملها. كنترول اس، تمام، هيك امورنا تمام. نقدر هسا انه نمشي على الخطوات الجاي. ما بعرف احنا اذا عملنا الاند بوينت، لو تفرجناها في عندي اند بوينت انا، ريفرش توكن ريفوك توكن، راح نعمل هي تشيك توكن حتى نقدر نفحص بعدين حتى نعمل الريفرش والريفوك. تمام، ممكن نعمل هذول في الاول. الريفوك راح تكون عن طريق الاي بي اي، بنشوف كيف يعني. بس احنا خلصنا من صفحتين ساين ان وساين اب، طبعا ظل اشي بنرجع له لقدام شوي لما نعمل الايرورز، انه هاي يعني بتاعت الايرور. تمام، وامورنا ان شاء الله هيك يعني. تمام، خلينا نرفع الكود على الجيت هاب. لو جينا هان عملنا ايش؟ adding services for navigation
نعمل صح، تعمل يس، نستنى عليه شوي، نعمل سينكرونايز. اوكي هيك بكون ايش برفع لي الكود على الجيت هاب. هذا بالنسبة لحلقتنا اليوم، ان شاء الله نكون استفدنا. يعطيكم العافية، ان شاء الله نشوفكم بالفيديوهات الجاية.